بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 5 رجب 1444 هجرية. نلتقي من جديد في حلقة جديدة جلوبال هجرة عربية معي نرزات الحسنى سهر الليل. نبدأ نشرتنا الليلة بأخبار من السويد. غضب على تركيا فحرق مصحف القرآن. تظهر السويد من عملها الخبيث نواياها إلى حرب أكبر. إنه لأمر مخرج أكثر بالنسبة لحكومة دولة متقدمة أن تسمح بأفعال متخلفة غير حضارية. هل للسويد دولة جديرة بالاحترام؟ من الواضح أن تصرفات زعيم الحزب اليميني الدنماكي ستريم كورس وهو حزب عنصري راسموس بالودان بإحراق نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم في السبت الماضي كعمل وقحة تعمد بإساءة مشاعر المسلمين لمجرد غضبه تجاه تركيا، التحريض على الكراهية والدعوة للعنف. يزعم أن ما فعله بالودان تمثل رأي الحكومة وشعبها الغاضبين تجاه تركيا التي تعارض طلب رسم السويد كعضو في الناتو منذ مايو الماضي. يدعى رجب طيب إردوغان أن السويد تدعم جماعة الإرهابية PKK ومنظمة فتح الله فيتو ولا تستحق أن تكون حليفا في الناتو لأنها تحمي الجماعة الإرهابية. تعبر تركيا رأيها لأنها عضو في الناتو منذ أكثر من 70 عاما وجيشها هو القوات المسلحة التي تضم أكبر عدد من الأعضاء الدائمين في الناتو بعد الولايات المتحدة. فطبعا أن حرق القرآن يجرح مشاعر المسلمين في أنحاء العالم وهو حقا استفزازا كبيرا. يطالب العديد من الدول الإسلامية بما في ذلك باكستان والكويت وإيران وماليزيا وتركيا نفسها أن تخضع فعل بالودان غير المتحضر تحت قانون صارم. من المستحيل أن نتركه بلا عقاب على الأقل من الجانب الأوروبي نفسه، وإلا يعتبر أوروبا تختبئ وراء حرية التعبير من خلال السماح بعنصر العنف ونشر الكراهية. في غضون ذلك قام الشعب التركي باحتجاج أمام السفارة السويدية في إسطنبول على تصرفات بالودان بقراءة آية القرآن الكريم هناك. أوضحوا أن تصرفات بالودان التي يبدو أنها تريد محو كلام الله وقعها للغاية. وبحسب الرأي للشعب التركي فإن هذا العمل لن ينجح في محو الآية الكريمة في قلوب المسلمين الذين يتذكرونها. 1.5 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم قد يجرح مشاعرهم ويثيرهم الغضب على ما فعله بالودان. وفي الوقت نفسه في ستوكهولم مواطن السويد والمناحط التركية لم يستسلموا وقاموا بالتظاهرات أيضا، وانتقدوا تهديد أردوغان الذي يعتبر بتهديد النظام الديمقراطي. كما أن بعضهم لا يريد أن تنضم السويد إلى الناتو لأنهم لا يريدون أن تحذو حذو تركيا. في غضون ذلك في الواقع ما فعله بالودان يعتبر أنها تتجاوز على الإسلاموفوبيا. إن أعماله الشنيعة سيطول حلقة الكراهية ضد الإسلام والحركات العنصرية والاستبداد خاصة في أوروبا. Apa yang berlaku di Stockholm itu di depan kedutaan Turki itu melampaui Islamofobia. Ianya adalah boleh dianggapkan sebagai rasis bercampur politik kerana kumpulan yang membuat protes pembakaran Al-Quran itu tidak mahu Sweden menyertai NATO dan mereka melihat ini peluang terbaik mereka untuk memarahkan ataupun menaikkan kemarahan Turki supaya terus membantah pernyataan Sweden dan ini telah tercapai sebenarnya. Jadi ini yang dikatakan bahawa bukan sahaja Islamofobia ini tapi Islamofobia digunakan untuk memenuhi kepentingan politik pihak-pihak tertentu terutama sekali di sebelah barat dan kali ini di Sweden. وسبق أن حذرت وزارة الخارجية التركية مرارا وتكرارا من أن الإجراء يجب ألا يستمر بل تم تجاهله. الحكومة السويدية تسمح بأعمال مناهضة للإسلام وتستهدف المسلمين ثم تعلن أنها حق في حرية التعبير.
kerajaan Sweden sebenarnya tidak banyak mempunyai pilihan untuk mendekat demonstrasi pembakaran Al-Quran ini kerana perlembagaan mereka dan perundangan mereka adalah begitu longgar dan dikatakan menghormati, membiarkan dikatakan apa yang dikatakan sebagai freedom of speech ataupun kebebasan bersuara ini. Tapi hakikatnya adalah yang mendapat bahananya adalah Sweden kerana sejurus pembakaran ini berlaku, protes ini berlaku di depan kedutaan Turki. Turki membatalkan lawatan Menteri Pertahanan Sweden yang kononnya untuk memujuk Istanbul, Ankara supaya membenarkan pernyataan Sweden dalam NATO. Jadi dalam hal ini, Sweden sebenarnya menyusahkan diri sendiri. Stockholm لديها المشكلة مع أنقرة ولكن ما علاقة ذلك بالقرآن؟ الوضع الحالي بالمسجد الحرام ممتلئ على آخره مثل موسم الحج. وفقا للمملكة العربية السعودية تم إصدار أكثر من 4 ملايين تأشيرة عمرة في الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي، بالإضافة إلى ذلك بالمعتمرين الذين دخلوا الأرض الحرام بتأشيرات سياحية في وقت سابق من هذا العام، خاصة مع الأجواء الباردة في مكة المكرمة في الوقت الحالي. وشارك هذه التجربة الصحفية شريفة مصطفى البكري والمصورة مازن سمان. Kerinduan telerai. Jumlah jemaah umrah kali ini dikatakan lebih ramai daripada jumlah jemaah haji setiap tahun. Tiada ruang kosong di sini. Kerinduan mereka terhadap Baitullah terubat. بعد قيود COVID-19 يتوافد ملايين المسلمين لاغتنام الفرصة بأداء العمرة، على عكس الحاج يمكن أداء العمرة على مدار السنة، لكن عدد المعتمرين هذه المرة يعتبر استثنائيا بخلاف العادة. تمتلئ كل ركن من أركان المسجد الحرام بالأشخاص الذين يستجيبون الدعوة ليكونوا ضيوف الرحمن. يسمح فقط للرجال الذين يرتدون الإحرام بالتواجد في المطاف حتى لطواف التطوع أو الطواف الوداع، وإلا يطلب من المصلين أن يكونوا في الطابق الثاني لمن يؤدي الصلاة أو الدعاء. يمكن للمسلمين الذين يحصلون على جميع أنواع التأشيرات وهي الشخصية والزيارة والسياحية بما في ذلك الأنواع الأخرى التي يسمح لها بدخول المملكة العربية السعودية أداء عبادة العمرة والزيارة وأداء الصلاة في الروضة بعد حجز أماكنه من خلال تطبيق النسوك. في الواقع قامت المملكة العربية السعودية بتمديد أيضاً مدة تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يوماً لدخول البلاد عبر طريق البر والجو. لابوران سريفة مصطفى البكري dan juru kamera Mazan Seman Makkah Al-Mukarramah untuk TV Al-Hijra. على الرغم من معاناة وبؤوس الحياة على مدى العقد الماضي، فإن الفلسطينيين والسوريين واليمنيين يريدون أن يمضوا قدما، لكن القضايا والأزمة الإنسانية العميقة في البلدان الثلاثة دائما محل الاهتمام من قبل منظمات الإنسانية الماليزية بما في ذلك أمن فلسطين في سعيها لمساعدتهم نحو بناء مستقبل أكثر إشراقا. مؤخرا تواصل أمن فلسطين مهماتها في مخيمات اللاجئين بلبنان وسوريا من خلال بعثات الإغاثة الشتوية. على الرغم من الاضطرار إلى السفر لأكثر من 16 ساعة، فقد تؤثر هذه المهمة بشكل كبير على روح أفراد البعثة، وذلك لأن الوضع الحالي للاجئين ملحه ويحتاجون مساعدة فورية، فهم لا يعانون فقط من نقص الإمدادات الغذائية ولكن أيضا المعاناة الشتوية بسبب الفقر، لأن اللاجئين ليس لديهم وظائف أو الأموال. Setiap kali ketika mana pengalaman saya menghantar apa bantuan di Syria, di mana kami melihat ramai kanak-kanak di sana yang bermain di sekitar kamp pelarian, dan mana ketika mana mereka melihat ada bantuan yang sampai dekat kamp pelarian mereka, mereka kebanyakannya lari berkumpul bersama dengan ahli misi kami untuk mendapatkan bekalan makanan tu. Jadi apabila kita pergi kepada kemah mereka,
kita bawakan kotak bantuan ni, apa yang jelas kita lihat adalah terpancar di wajah mereka tu kegembiraan, yang mana dapat bantuan daripada rakyat Malaysia. بالإضافة إلى صناديق الطعام، توزع أمن فلسطين معدات الشتاء مثل المدفئة والملابس الشتوية والكيروسين، بالإضافة إلى المساعدات السريرية للاجئين الذين يعيشون معظمهم في خيام رقيقة ومتهالكة غير قادرة على تحمل البرد. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقع البوابة الإلكترونية ظاهرة على الشاشة. والآن هيا نتعلم مفردات الجديدة لهذه الليلة. يحذو، منشنتهي، البعثة، ميسي، التأشيرة، فيسا، الإغاثة، بنتوان، المعدات، كلنكابان. لقد وصلنا إلى نهاية البرنامج، نلتقي مرة أخرى في الأسبوع المقبل في نفس الوقت. أنا نور ذات الحسنى زهر الليل، تصبحون على الخير، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.